في هذا المديول هنبدأ بأحد صياغات القانون الثاني اللي هي الصياغة بتاع الكاراتيهودوري عشان نشتق تعبير كمي للأنتروبي. أذكركم صياغة الكاراتيهودوري كانت بتقول إن أنا مقدرش أعمل إجراءين لا تبادليين انعكاسيين مختلفين وبينهم حالة مشتركة. يعني لو كانوا مختلفين فعلا لا يمكن يكون في حالة مشتركة، ولو في حالة مشتركة يبقى لازم يبقوا متطابقين. ده الصياغة كانت بتقول كده. ويمكن تجد ان الصياغه دي شكلها غريب شويه، لان انا شخصيا بعتقد انها من اهم الصياغات، واثبتنا تكافؤها مع صياغه كيلفن بلانك قبل كده اللي هي بتقول ما اقدرش اعمل محرك كفاءته 100%، اللي هي كمان اثبتنا تكافؤها برضو مع صياغه كلاوزيوس اللي هي الحراره تنتقل من جسم سخن لجسم بارد وليس العكس. كلها حاجات لو انت امنت بواحده لازم تامن بباقي كله. فهناخد بقى سيرة كاراثودي عشان نوصل للمفهوم الجديد بتاع الانتروبي، بس من زاوية تانية، يمكن من زاوية رياضية بتلقي ضوء جديد على هذا المفهوم. هنبتدي بان احنا نحاول نوصف رياضيا ايه هي خاصة الحالة وايه هي خاصة اجراء. يعني تخيلنا انا عندي على خريطة بي في همثل حالتين، حالة واحد وحالة اتنين، وهأوصل بينهم بإجراءات مختلفة A B أي إجراء. إحنا عارفين إن الطاقة الداخلية U مثلا خاصة حالة. ده معناه إيه؟ معناه التكامل دي U سواء على الإجراء واحد اتنين ولا على الإجراء واحد بي اتنين ولا على أي إجراء تاني يعجبك، هي U اتنين ماينس واحد. تكامل دي U هي U اتنين ماينس واحد، خلاص. يعني بتعتمد على حالة واحد وحالة اتنين فقط. بينما بي دي في بقى تكامل بي دي في هو مساحه اسفل المنحنى. فلو انا عملت اجراء 1 2 او 1 بي 2 المساحه مختلفه. فبنقول ايه؟ ان دي وديت تفاضل تام، توتال ديفرنشال، يعني التكامل عليه لا يعتمد على الاجراء، يعني هو خاص، يعني يو دي خاصه الحاله. بينما بي دي في بقى ما هوش تفاضل تام، التكامل عليه يعتمد على الاجراء. جميل. طيب تعالى بقى نشوف ايه بصفة عامة بقى. لو أنا عندي دالة في متغيرين وجميع خواص الحالة اللي عندنا، إحنا اتفقنا إن أنا لو عندي خاصيتين حالة يبقى أقدر أجيب بقية الخواص. طيب تخيل عندي خاصيتين حالة إن جنرال كده أو متغيرين مستقلين إكس وواي مثلا، وعندي كمية تفاضلية جنرال خالص إف أوف إكس وواي دي إكس زائد جي أوف إكس وواي دي واي، حيث إف وجي أي دالة تعجبني. اي دالة تعجبني الكمية دي على بعضها بقى، هل هي تفاضل تام ولا لا؟ يعني ايه؟ يعني تكاملها بيعتمد على الاجراء ولا ما بيعتمدش على الاجراء؟ هو ده السؤال اللي اجابته اداها لنا اويلر. هنقول ايه؟ والله لو كانت هي تفاضل تام يبقى كنت هقدر احطها في صورة دي اتش اوف اكس واي بيساوي الكمية الاولانية، حيث اتش ده اللي بقى هي اللي انا بحبها عايز ادور عليها اللي تحقق هذه العلاقة. ولو لقيتها يبقى لازم اخد بالي ان في حاجه اسمها قاعده السلسله تشين رول، ان هي ايه؟ تفاضل اتش بالنسبه لاكس هو اف اوف اكس واي، وتفاضل اتش بالنسبه لواي هو جي اوف اكس واي. طيب ولو كان ده برضو صحيح، يعني لو قدرت اجيب اتش اللي تحقق هذه العلاقه، يبقى لو فضلت اي واحده فيهم بالنسبه للمتغير الاخر، يعني هفضل اف اوف اكس واي اللي هي مضروبه في دي اكس بالنسبه لمتغير اخر اللي هو واي، وهفضل برضو جي اوف اكس واي اللي هي مضروبه في دي واي بالنسبه للمتغير الاخر اللي هو اكس، لازم يطلعوا زي بعض. ما هو طبعا لان هو في الحاله دي كلاهما هيبقى تفاضل مرتين اتش بالنسبه لاكس وبالنسبه لواي. والله لو اولر كونديشن ده اتحقق، ده شرط في الكميه اللي جايه لي، جايه لي كميه بتقول لي اف اوف اكس واي دي اكس زائد جي اوف اكس واي دي واي، هل هي تفاضل تام ولا لا؟ اروح مفاضل اف بالنسبه للمتغير الاخر واي بثبوت اكس طبعا، وفاضل جي بالنسبه للمتغير الاخر اللي هو اكس بثبوت واي، ولو كانت لو طلعوا قد بعض يبقى هو ده تفاضل تام. جميل جدا. ساعات بيبقى ما هواش تفاضل تام، لكن بلاقي حاجة اسمها معامل مكاملة integration factor A مثلا، أضربه في الكمية الأصلية تتحول إلى تفاضل تام. طيب الكلام ده نظري شوية، مثال بسيط هيوضح كل حاجة.
امسك مثلا واحد جايب لي الكميه اللي هي ايه 2 واي دي اكس زائد اكس دي واي، وبيسالني هل ده تفاضل تام ولا لا؟ اقول والله طب نجرب. 2 واي اللي هي المعامل بتاع دي اكس هفاضلها بالنسبه لواي بثبوت اكس طبعا هتبقى 2، بينما الداله الثانيه اللي هي اكس اللي هي المعامل بتاع دي واي هفاضل هذه الداله بالنسبه لاكس بثبوت واي، تفاضل اكس بثبوت اكس اللي هو 1. طيب هل 2 قد 1؟ لا، يبقى الكميه دي ماشي تفاضل تام. جميل. طب تعالى نشوف هل في معامل مكامله يحولها الى تفاضل تام. الحقيقه اه، لو انا ضربتها في اكس بس، ضربتها في اكس هتبقى كانها معامل تام. ليه بقى؟ امسك الداله الاولانيه هتبقى 2 اكس واي، بفاضلها بالنسبه لواي يبقى النتيجه 2 اكس. طيب الداله الثانيه بقى اللي هي مضروبه في دي واي، دي كانت اكس تربيع دلوقتي، افاضلها بالنسبه لاكس هتبقى 2 اكس برضو. اه، ما الاثنين بقى قد بعض اهو. اه، الكميه الجديده دي بقى دي تفاضل تام. الحقيقه كما لو كنت عرفت اتش كده اللي هي اكس تربيع واي، التفاضل بتاعها دي اتش، طبق بقى كده قاعده السلسله، هيبقى 2 يعني هفاضلها بالنسبه لاكس الاول فتبقى 2 اكس واي دي اكس، وبعد كده فاضلها بالنسبه لواي تبقى اكس تربيع دي واي. الكميه دي تفاضلها يعني الكميه دي اتش ديت تفاضل تام. وبالطريقه ديت هبقى عارف ومتاكد ان تكامل اكس في 2 واي دي اكس زائد اكس دي واي لا يعتمد على الاجراء. جميل. تعالوا بقى نرجع لصيغه كاراتيودوري بقى نفسها. تخيلوا ان انا عندي على خريطه بي في نقطه اللي هي نقطه سوري تمثل حاله ما. الحاله دي عندي خواص حاله مختلفه، ليها ضغط ليها حجم زي ما عشان اقدر اوصل لها. بس طالما حددت الضغط والحجم النووي يبقى حددت درجه الحراره، وحددت اي خاصه، حددت اليو، حددت الاتش، حددت اي خاصه تانيه من خواص الحاله. طيب خطوط ثبوت الضغط زي ما انت شايف اللي ممكن تمر بالحاله الابتدائيه ديت مش ممكن تتقاطع، يعني في يعني بيمر بيها الخط بي بيساوي بي مثلا 2 بتاع النقطه دي، لكن بي بيساوي بي 1 لا يمكن يمر بيها، بي بيساوي بي 2 لا يمكن يمر بيها. ليه؟ اصل لو في اي خطين ثبوت حاله يعني ثبوت حاله تقاطعوا وكانوا مختلفين يعني، طيب يبقى الضغط عندهم كام بقى؟ يعني هو بتاع بي 1 ولا بتاع بي 2؟ مستحيل يتقاطعوا. ونفس الكلام بالنسبه لجميع خواص الحاله الثانيه، يعني مثلا خطوط ثبوت الحجم اللي هي خطوط راسيه كده، هل ممكن تتقاطع؟ مستحيل. خطوط ثبوت درجه الحراره اللي هي خطوط المايله اللي احنا عارفينها ديت، يعني مثلا لو كان مثلا ادي الجهاز هنقول بي في بيساوي ثابت، بي في بيساوي ثابت اللي هو المنحنى اللي قدامك الاحمر ده، هل ممكن تتقاطع؟ مستحيل. والا هقول ايه؟ طب عندما تتقاطع درجه الحراره بتساوي انهي واحده فيهم؟ يعني ما ينفعش، ما تبقاش خاصه حاله. طيب هو بقى كاراتيودوري كان بيقول ايه؟ الخطوط اللي فيها ريفرسابل ادياباتيك مش ممكن تتقاطع، يعني هتبقى عامله زي هي خطوط مايله، احنا مش عارفين شكلها ايه دلوقتي، ولكن احنا عارفين انها زي الخطوط الزرقاء دي كده. الخط المنقط الاحمر اللي هو هل يعني هل ممكن يكون في خط منقط احمر يمثل اجراء ريفرسبل ادياباتيك بيقطع الخطوط الاخرى؟ صياغه كاراتيودوري بتقول مفيش. الله، طب ما معنى الكلام بقى انه خطوط الريفرسبل ادياباتيك دي فيها خاصه حاله ثابته. خاصه الحاله دي هسميها انتروبي وهرمز لها بالرمز اس، وهقول دي اس بيساوي صفر على هذه الخطوط. ما هو طالما ان عندي خطوط كده اهو لا يمكن تتقاطع يبقى اكيد اقدر اعرف عليها خاصه حاله. طب ازاي اعرف بقى هذه؟ نرسم هنا بقى من تاني خريطه بي في وعندي اجراءات ريفرسبل ادياباتيك مختلفه وبالتالي لا تتقاطع، وبالتالي انا بدور دلوقتي على خاصه حاله اقدر اعرفها بحيث تكون قيمها مختلفه على كل خط بس ثابته على كل خط. طيب عايزين نشوف ازاي نشتق اكسبريشن لهذه الخاصه الجديده. نعملها ازاي؟ هنفترض بس حاله خاصه عندي ان هو اجراءات اللي عندي كلها ريفرسبل، انا عايز اجيب ريفرسبل ادياباتيك، وان الشغل الوحيد اللي عندي هو شغل تغير الحجم
اللي هو الحاجة اللي بنعملها كتير يعني في الشغل بتاعنا يعني. بس الحاجة اللي تعتبر فعلا فرد حقيقي يعني، ان انا هقول بس ان هو بيرفكت جاس او ايديال جاس. جميل. من الفردين الاولانيين هو ريفرسيبل، وهو الشغل هو ورك اوف تشينج فوليوم. بس هقول ان انا لو عملت اجراء لخلال مده قصيره دي تي، الشغل هو دبليو دوت دي تي اللي هو بيساوي بي دي في. ده الكلام ده شفناه قبل كده. وبالتالي من القانون الاول، الحرارة التي تم تبادلها أثناء الفترة القصيرة دي تي هي كيو دوت دي تي بتساوي دي يو اللي هي توافر الطاقة الداخلية زائد بي دي في اللي هو الشغل. طيب الكمية الأخرانية دي لو هنا كان إجراء أدياباتيك هتبقى كيو دوت بصفر، وهو ريفرسابل علشان الترم الثاني احنا قلنا بي دي في. سؤالي بقى، هل ينفع أقول ان دي اس هي كيو دوت دي تي بمنتهى البساطه يعني دي يو زائد بي دي في؟ ما هو لو ما هيكون اجراء ريفرس اديباتيك هتلاقي دي اس بتساوي صفر، الاكسبريشن بتقول لي كده. بس هي المشكله بقى، هل دي خاصه حاله؟ هل ينفع اقول كده؟ الحقيقه دي يو اللي هو الطاقه الداخليه ده توتال ديفرنشال، بينما بي دي في ما هواش توتال ديفرنشال، وبالتالي المجموع ما هواش توتال ديفرنشال، يبقى ما اقدرش اقول دي اس بتساوي كده. طب الكميه دي بقى اللي هي يعني بتحقق حاجات كتير الحقيقه، دي يو زائد بي دي في، ما عدا انها ما هياش خاصه حاله يعني. طب ما انا ما عنديش معامل مكامله كده يظبطها لي يخليها تبقى خاصه حاله. الحقيقه في المعامل اللي هو واحد على تي، لو ضربت الاكسبريشن دي في واحد على تي ساعتها اقدر اتكلم بقى، هقول دي اس بتساوي واحد على تي دي يو زائد بي على تي دي في. طيب انا بدعي ان الكميه ديت توتال ديفرنشال، يعني دي اس دي يعني تكاملها ما بيعتمدش على الاجراء، بيعتمد على الحاله الابتدائيه والنهائيه بس. طيب نشوف هل شرط اويلر متحقق. نمسك الداله الاولى اللي هي المعامل بتاع دي يو، بفضله بالنسبه للمتغير الاخر اللي هو في يعني بثبوت يو. طيب تفاضل واحد على تي بالنسبه لفي بثبوت يو، يو ديت هي الطاقة الداخلية، واحنا فرضنا ان هو ايديال جاس، يبقى لو يو ثابتة ده الحرارة ثابتة، تفاضل درجة الحرارة بثبوت درجة الحرارة بقى صفر، النتيجة بتاعت الكمية دي بتساوي صفر. طيب امسك بقى الدالة التانية اللي هي بي على تي اللي هي معامل بتاع دي في، هفاضلها بالنسبة للمتغير الآخر اللي هو يو بثبوت الفوليوم برضه. طيب خلي بالك احنا لسه بنقول ان هو ايديال جاس، يبقى بي على تي ديت هي نفسها ام ار على في، فتفاضل الفوليوم يعني بثبوت الفوليوم او صفر برضه. يبقى اذا القاعده او الشرط بتاع اولر متحقق، يبقى الكميه ديت خاصه حاله كده. خلاص جبنا اكسبريشن جميله جدا لكميه جديده دي اس بناء على الصياغه بتاعت كاراثيودري، هي خاصه حاله، وهي فعلا رياضيا كده هي خاصه حاله، بتساوي صفر لو عندي اجراء ريفرسبل اديباتيك، وده اللي هيحصل بالنسبه للاكسبريشن دي، ومفيش اجرائين مختلفين ريفرسبل اديباتيك ممكن يتقاطعوا يعني يبقى لهم نفس الكميه. بس احنا الحقيقه افترضنا ان هو ادي الكاس مشتقاه. القانون الثاني بقى بيقول ايه بقى، اللي هو قاعده عامه ما قالش لا ادي الجاز ولا لا، كل اللي هنعمله ان احنا هنقول ايه، هنجنرالايز الاكسبريشن دي ونقول عليها انها صحيحه لاي ماده سواء كان ايديال جاس ولا لا. هو ده كنا هنعمله، اللي هو بنستند الى القانون الثاني الصياغه بتاعته عشان نقدر ان احنا نقول هذا الكلام. في هذا الجزء كان في مقدمه لديها كده سريعه عن ايه هي التوتال ديفرنشال واللي مش توتال ديفرنشال وخواص الحاله والاجراء الى اخره، وشفنا ازاي ممكن نعرف معامل مكامله يحول كميه ما هياش توتال ديفرنشال يعني بتعتمد على الاجراء الى كميه توتال ديفرنشال يعني لا تعتمد على الاجراء وتعتمد بس على خاصه الحاله الابتدائيه والنهائيه. جميل. وابتدينا نستخدم هذا الكلام علشان نحول صيغه كاراثيودري اللي هي صيغه لفظيه الى معادله. ما هو الصيغه اللفظيه بتاع الكاراثيودري كانها بتقول ان انا عندي خاصه حاله، لانها بتقول ايه؟ ما اقدرش اعمل اجرائين مختلفين ريفرسبل اديباتيك و
ويشتركوا في حالة واحدة. ما لو اشتركوا في حالة واحدة هيشتركوا في جميع الحالات بعد كده، مش هيبقوا مختلفين، لكن لو هم مختلفين فعلا مش ممكن يتقاطعوا. يبقى كأني بقول ان في خاصة حالة ممكن اعرفها على كل اجراء ريفرسبل اديباتيك، كأني بقول كده. طيب ما ندور عليها بقى ونتأكد انها بتحترم القواعد اللي تخليها خاصة حالة فعلا، يعني انها توتال ديفرنشال. وصلنا لها باستخدام معامل مكاملة. معامل مكاملة ده اشتقيناه في حالة الأيديال جاز ماشي، لكن هو في الحقيقة جنرال. وقلنا بقى بصورة عامة سواء كان أيديال جاز ولا مش أيديال جاز، تي دي اس بتساوي دي يو زائد بي دي في، اللي هي الجيبس ايكويشن اللي احنا كنا اشتقيناها قبل كده من مسار مختلف. صياغات القانون الثاني مختلفة، كل واحدة فيهم ممكن لو استخدمتها هتديني نفس الاكسبريشن للكميه الجديده اللي هي الانتروبي. اتمنى ان احنا نكون شفناها دلوقتي بزاويتين مختلفتين، وفي زاويه ثالثه ان شاء الله هتدعم فكرتنا عن هذه الخاصه الحاله الجديده.